استمعت إلى ما تفضل به الأستاذ سليمان قبل قليل، وصفها بمرحلة التحدي العشر سنوات الماضية. أنت من عام 2011 وأنت عضو مجلس الأمناء، مرورا إلى 2018 حتى أصبحت مديرا ورئيسا لجامعة كاوست، تتفق معه بأن بوصفه أنها كانت مرحلة تحدي بالنسبة لكم؟ أظن أنها تحدي ولكنها فرصة أيضا، لأن أنا أتيت من جهة ثانية في العالم ولكني أملك خبرة كثيرة في هذا المجال. فننظر إلى رؤية 2030 والطموح التي تتواجد في هذه الرؤية. نحن توجد لدينا فرصة كبيرة في المملكة، فالمملكة تصبح انفتاحية أكثر اقتصاديا وثقافيا، ودور كاوست كقائد في هذا المجال يجعلها متشرفة بذلك. ووجود النساء وقيادتهم، فالنساء قادرون مثل الرجال في الإبداع والعمل، فعدم خلطهم مع الرجال نحن ننقص نصف قدرتنا العملية. فنسبة النساء الذين يدرسون هنا 37%، وهي الأكثر نسبة عالمية في أي كلية تقنية عالميا في العالم. وفي مجال، لأن مجال العلوم والتقنية في جامعة مثل MIT فالنسبة أقل بكثير، لأن النساء لا يذهبون بشكل عام إلى هذه المجالات، ولكن في كاوست نحن يوجد لدينا أكبر نسبة في العالم ويقومون بأفضل البحوث، وسنرى ذلك أيضا على المدى البعيد بعد 30-40 سنة، وسيكون لهم كثيرا من المشاركات. وهذا تحدي، لأن ثقافيا يجب علينا أن نواجه التحديات، ولكنها فرصة رائعة للمملكة العربية السعودية.